لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكون أول من تصله الأخبار والأحداث اليومية. توفيت زانة سمسونوفا عن عمر يناهز 39 عاما في 21 يوليو في ماليزيا، إذا لم يكن التقرير الطبي قد صدر نتائجه بعد. فإن أقاربها يعتقدون أنها ماتت جوعا بعد أن اتبعت حصرا حمية من الفاكهة الغريبة، وهي ممارسة غذائية تتكون من تناول الأطعمة النيئة. قال أحد أصدقائها: كانت تذوب أمام أعيننا. عندما رأيتها في فوكيت شعرت بالرعب، لقد عشت في طابق فوقها وفي كل يوم كنت أخشى أن أجد بثتها هامدة في الصباح، قال أحد الأصدقاء لموقع نيوز فلاش: كانت تذوب أمام أعيننا. لكنها اعتقدت أن كل شيء على ما يرام. والدة زانة في مقابلة صحفية روسية عزت وفاة ابنتها إلى عدوى شبيهة بالكوليرا. في الوقت الحالي لم يتم الكشف عن السبب الرسمي للوفاة، لكن المؤثر ظهر ضعيفا جدا في صورها. لمدة 4 سنوات كانت تأكل فقط الفاكهة وبذور عباد الشمس وعصائر الفاكهة، وحتى أنها تخلت عن الماء. وقالت في مقطع فيديو نشر في أبريل 2022: لم أشرب الماء منذ 6 سنوات، وشرحت فيه كيفية استخلاص الماء من نظامها الغذائي أو عن طريق شرب ماء جوز الهند. احتلت النزعة الغذائية الخام صدارة المشهد الإعلامي في أعقاب لائحة الاتهام في مارس آذار الماضي بتهمة الممارسة غير القانونية للطب والاحتيال لمعلم الطعام الخام. تيري كازاسينوفاس كان أكثر الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم في البعثة المشتركة بين الوزارات لليقظة ومكافحة الانتهاكات الطائفية ميفيلودز مع ما لا يقل عن 600 شكوى. هذا النظام الغذائي الذي ولد في القرن 19 ونظر إليه في أوروبا من قبل الطبيب السويسري ماكسيميليان بيرشر بينر كما أوضحه موقع ساينس إي تي إفانر، لا يخلو من المخاطر الصحية ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الشهية، غالبا ما يصاحب فقدان الوزن هذا النوع من النظام الغذائي، لأنه غالبا ما يكون أقل في طعمة الطاقة. يجب أن يشعر الشخص الذي يتمتع بوزن ثابت ومؤشر كتلة الجسم BMI بين 18 و25 والذي يبدأ فجأة بفقدان الوزن بتناوله نيئا بالقلق. يمكن أن يؤدي فقدان الوزن المفرط إلى نزع معادن العظام أو فقدان كتلة العضلات كما يصف زملائنا جان لويس شلينجر الطبيب والرئيس السابق لقسم الطب الباطني والتغذية في مستشفى جامعة ستراسبورغ. مشكلة تناول الطعام النيئ فقط هي انتشار البكتيريا. يجب أن تكون متيقظا بشكل خاص عند تنظيف منتجاتك. تضيف فويزية بوسي إخصائية تغذية ممارس عام قابلت من قبل ليبريزي والتي تنصح بتفضيل نظام غذائي غني ومتنوع. شكرا على المشاهدة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتكون أول من تصله الأخبار والأحداث اليومية.